بعد فترة من الهدوء واستتباب الأمن في سيناء بمصر، يعود الإرهاب ليضرب مجددا. المتحدث العسكري المصري أكد إحباط هجوم إرهابي استهدف نقطة رفع مياه شرق قناة السويس، حيث اشتبكت القوات الأمنية المكلفة بحماية هذه النقطة مع المهاجمين، مما أسفر عن مقتل ضابط وعشرة جنود. وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. ما خطورة هذا الهجوم؟ وما هي سبل القضاء على الإرهاب بشكل نهائي في سيناء؟ ضيفنا من القاهرة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة. سيادة العميد، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. يعني للمرة الأولى يتم استهداف محطة حيوية جدا، محطة مهمة جدا بالنسبة للمصريين. ما هي الرسالة بداية التي أريد من هذا الاستهداف؟ يعني هذا صحيح، لو تحدثنا أستاذة شانتيل وتحياتي ليك وللسادة المشاهدين جميعا حول هذا التحول في الأهداف التي قام بها المجموعات الإرهابية بالتقدم ومحاولة تدمير محطة من محطات المياه ربما التي أنشئت حديثا. نحن نتحدث عن نقلة نوعية في حياة المواطنين تجري العمل عليها أو يجري العمل عليها من قبل الدولة المصرية طوال العامين الماضيين، منذ أن تحقق نصر كامل على كافة التنظيمات الإرهابية في منطقة شمال سيناء. هذا العمل الذي نحن بصدده اليوم أعتقد أنه يحاول أن يقطع الطريق على مثل هذا النوع من الاستقرار، ويحاول أن يصيغ عملية انتقامية بحق المواطنين وبحق الأهالي في شمال سيناء، خاصة مع ما تلاحظ خلال هذه الفترة الأخيرة من حالة الاصطفاف الكبير والتضامن ما بين أهالي شمال سيناء وبين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تقوم بمكافحة الإرهاب. بعض من احتفالات العودة إلى المنازل، تسليم متعلقات ومستحقات ومنازل جديدة، افتتاح قرى جديدة، كل هذه الملامح للاستقرار. أظن أن التنظيمات الإرهابية تحاول أن تقطع الطريق ليس عليها فقط ولكن على معادلة الاستقرار في شمال سيناء، التي أظن أن القوات المسلحة المصرية لن تتراجع عن فرض سيطرتها وفرض معادلة أمنية كاملة في هذه المنطقة في ظل إقليم لازال مضطربا ولازال تهديد الإرهاب يضرب العديد من دول الجوار هنا. وعملية بهذا الحجم دكتور خالد، ألا تؤكد أيضا استمرار الدعم والإمداد لهذه المجموعات؟ يعني أنا ألاحظ ذلك بالطبع، يعني مجموعة تقوم بعملية هجوم وإيقاع هذا القدر من الضحايا والشهداء من القوات المسلحة وإصابة مجموعة من المدنيين، أظن نحن أمام عناصر جديدة أو ربما خلية جديدة استطاعت أن تتسلل إلى داخل أراضي شمال سيناء، هي مزودة بتقنيات وبتسليح عالي المستوى قادرة على إدارة معارك بالنيران. لن نكون أمام مجموعة محدودة القدرات أو الإمكانيات أو مجموعة من الهواة، بل نحن أمام مجموعة محترفة قادرة على المواجهة، تمتلك أدواتها، لديها الخبرة الكاملة لمثل تنفيذ هكذا عمليات. هكذا هي القراءة الأولية، لكن كما وصل لنا قبل الدخول على الهواء بوقت قصير بأن هناك خيوط بدأت تتكشف في أيدي القوات المسلحة المصرية وأن هناك عملية مطاردة ربما بدأت وملاحقة بدأت تؤتي أثرها في المنطقة. هذه الخيوط الجديدة أعتقد أنها ستمثل نجاح كبير في حال إتمام
القبض على هذه المجموعة أو الوصول إلى معلومات تدل على انتماءاتها وعلى الداعمين والذين وقفوا خلف هذه العملية. هلا هي العملية كما ذكرت لنا دكتور خالد تأتي بعد فترة من الهدوء إذا ما أردنا قراءة بعض التفاصيل المحيطة بها، وإذا ما عدنا أيضا إلى كلام الرئيس السيسي مؤخرا وحديثه عن قرب الإعلان عن الانتصار على الإرهاب إذا أمكننا القول بهذه الطريقة، نعود للتساؤل إن بات اليوم الأمر يتطلب ضرورة مراجعة خلينا نقول الإجراءات الأمنية التي تتخذ وإعادة تكثيفها بالنظر إلى هذا التطور. يعني أعتقد إجراءات من هذا النوع تدور طوال الوقت. كان رد الرئيس المصري على أن الأمر لازال مبكرا، كنت حاضرا بنفسي هذه المناسبة، وبعد أن قام بعض من السادة الحضور بسؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي حول عامين كاملين في فترة استقرار كامل داخل شمال سيناء، ألم يحن الوقت بعد حتى نقوم بإعلان سيناء خالية من الإرهاب؟ كان رد الرئيس بأن الأمر لازال مبكرا، ربما في مراحله النهائية لكنه لازال يحتاج إلى العمل، وأنا أظن أن مراجعات من هذا النوع هي قيد البحث بالفعل. ربما أيضا بعض من المعلومات التي ستتكشف من جراء هذه العملية ستكون موضع دراسة، قد نكون بصدد خطط عملياتية جديدة تلقى على عاتق القوات المسلحة وأجهزة مكافحة الإرهاب في هذه المناطق، خاصة والجغرافيا يعني تمثل معضلة كبيرة بالنسبة لشمال سيناء، وتحتاج إلى جهد عملياتي كبير وإلى مرونة في تغيير التكتيكات المواجهة وفي الاستحكامات الأمنية. منطقة محيطة بالبحار من الجهات الأربع تقريبا، ولذلك هي يعني منطقة صعبة، والجغرافيا تلعب بالفعل لصالح مثل هكذا نشاطات خارجة عن القانون أو نشاطات مهددة أو إرهابية أو غيرها. هذا الأمر أظنه سيكون محل دراسة. كما أشرت، تحفظ الرئيس المصري في الإعلان عن سيناء منطقة خالية من الإرهاب، والأجهزة الأمنية أيضا تتحفظ بمثل هذا النوع لأنها تدرك أن هذا النشاط وهذه المجموعات من الصعب الحديث عن اقتلاعها بشكل كامل أو القضاء عليها نهائيا، طالما لازال عدم الاستقرار يسود الإقليم بشكل كبير. شكرا جزيلا على هذه القراءة من ضيفنا من القاهرة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دكتور خالد عطاشة.